بقى للصورة بشكل أكبر في أو بخصوص مران النادي الأهلي النهاردة واستئنافه لهذه التدريبات، عشان كده معايا على الهاتف شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما فضلت وقلت يمكن تمرين النادي الاهلي بعد اجازه يمكن استمرت حوالي 24 ساعه تقريبا لمباراه كان سبورت بطل غينيا يوم السبت المقبل باذن الله في برج العرب. خليني اقول لك ان اعضاء النادي الاهلي استقبلوا لاعبي النادي الاهلي في التمرين بالتصفيق الحار وبالهداف. هم ابطال السوبر، هم افريقيا اهلي. واجب علينا انقل لك، واجب عليا انقل لك الصوره اللي استقبلوا بيها فريق النادي الاهلي النهارده في اول تمرين ليهم بعد الحصول طبعا على بطوله السوبر والفوز في اول مباراه بالدوري الممتاز مباراه سموحه. يمكن قبل بدايه المباراه كان في جلسه تصوير للاعبي النادي الاهلي بالزي الجديد اللي هيرى النور قريبا باذن الله. مستر بايلر وباقي الجهاز يمكن كانوا حريصين يعملوا محاضره مع لاعبي النادي الاهلي حوالي 5 دقائق في الملعب يتكلموا فيها عن الاغلاق التام للملف المحلي والتركيز فقط في مباراه افريقيا، التركيز فقط في الفوز على مباراه كان سبورت، تقديم عرض مشرف. الراجل حذر من خطوره الفريق، حذر ان الفريق هيظهر بشكل مختلف زي ما ظهر في المباراه الاولى لان كان مضغوط في وسط ملعبه وفي جماهيره، كان مخطوط من اسم النادي الاهلي. مباراه العوده الوضع هيختلف خالص، مباراه بجماهير هيبقى الضغط علينا احنا مش عليهم هم، فلازم الحذر من فريق كان سبورت والتركيز وطلبهم بالفوز. خلينا اقول لك يمكن الاجتماع اللي استمر حوالي 5 دقائق، من بعده كان في تدريبات بدنيه. والخبر المفرح لجماهير النادي الاهلي أزاره في التمرين، محمد محمود في التمرين، سعد سمير في التمرين بشكل كامل. يا شريف بشكل كامل التدريبات كلها يمكن بشكل كامل اعلامي، يمكن أزاره في التقسيمه الاخيره أزاره بيشارك فيها، يمكن محمد محمود وسعد سمير مع باقي المجموعه اللي لعبت مباراه سموحه الاخيره يمكن معاهم التمرين، لسه ما دخلوش في التقسيمه ولكن مكملين التمرين الى الان. يمكن بتتكلم الساعه 6:30، بقى لنا ساعه ونص في التمرين، لسه سعد سمير ومحمد محمود مستمرين في شاركوا في كل فقرات التمرين في ميعاد التقسيمه. في ميعاد التقسيمه، ولكن أزارو يمكن امامي الان بدا يخش في التقسيمه. يمكن أزارو من هذه التمرينه يمكن بيعلن جاهزيته لمباراه كان سبورت. يمكن سعد سمير ومحمد محمود من رؤيتي ممكن يبقى ليهم جانب من المباراه او الى ما بعد المباراه. خليني اقول لك تجربه الحراس، يمكن النهارده 5 حراس، الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد طارق، 5 حراس تمرينه ولا اروع ولا اقوى. يمكن مع مدرب الحراس تمرينه قويه جدا، و5 حراس كتير في التمرين، وراجل راجل بيمرنهم بكل سلاسه وبكل هدوء وعاملين تمرينه قويه جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ نفى ان النادي الاهلي يكون طلب نقل مباراه الانتاج الحربي الى برج العرب، وقال لسه بدري يا جماعه، وقال لك ده ملوش اي صحه من الاساس. ده فيما يتعلق بمباراه الانتاج. مباراه الانتاج. احنا مرحبين طالما الامن قال نلعب مباراه تنس بورد برج العرب بعظيم سلام، مفيش مشاكل خالص، هنسافر نلعب مباراه هناك، ولكن مباراه الانتاج الحربي ما طلبناش اللي هي تتاجل او تتنقل لبرج العرب، مفيش الكلام ده خالص، المباراه زي ما هي في استاد السلام. خليني اقول لك ان مروان محسن يمكن هيظهر بعد 3 أو 4 أسابيع باذن الله بالقناع اللي هو صلاح محسن. صلاح محسن مروان مش صلاح، مروان صح؟ مروان محسن، طلع محسن ما شاء الله متألق في التمرين مروان محسن هيظهر بعد 3 أو 4 أسابيع باذن الله بوقاء او بقناع علشان خاطر يحافظ على وجهه. يمكن محمود متولي وكريم نفت مازالوا في التمرينات التأهيليه، يمكن كريم بيتكلم من اسبوعين 3 باذن الله، محمود متولي من 3 لـ 4، يعني بيتكلم باذن الله في شهر باذن الله يكون النادي الاهلي يا رب تخالي من الاصابات. النهارده مستر بايلر الحريص ياخذ جلسه مع سعد سمير حوالي 3 أو 4 دقائق في الملعب بيتكلم فيها عن جاهزيته في الفتره المقبله، الفتره اللي وصل لها بدنيا الفتره السابقه بيطمئن عليه لان يبدو انه هيعتمد عليه الفتره المقبله. يمكن دي كانت ابرز كواليس تمرين النادي الاهلي اليوم اللي بيستعدوا طبعا لمباراه كان سبورت يوم السبت باذن الله على ملعب الجيش في برج العرب. نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي، واطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، تمرين بشر تمرين قوي جدا، لاعبي النادي الاهلي بينفذوا التعليمات بحذافيرها زي ما الجهاز الفني بيقول. يمكن امامي الان يمكن مستر بايلر عمل لهم اجتماع بعد تقسيمه يمكن خلاص، وبداوا يعملوا الاطالات الاخيره قربت لان خلاص التمرين قارب على الانتهاء. زميلي امير اتفضل. مين بيتالق في التقسيمه قدامك يا شريف؟ صلاح محسن. صلاح محسن.
صلاح محسن لفت الانظار ولفت نظري، وحسين الشحات ووليد سليمان من بعده حاجه ما شاء الله. لعب النادي الاهلي كلهم متالقين، ولكن صلاح ووليد سليمان وحسين الشحات تمرين النهارده ولا اروع ولا اجمل. انا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف، زميلنا العزيز شريف شعبان في الحقيقة.